وصلنا سينا، وقفنا في الكابين حوالي ساعتين ونص، ما يكون من ساعتين ونص. في نهاية ما فيش دخول. حاولنا الاعتصام بشكل مبدئي، قعدنا على الارض، سدينا الطريق، حاولنا نوصل رساله ان احنا مش هنمشي الا لما نعدي. قلنا ان في امدادات بتوصل، في ناس بتحاوطنا من كل ناحيه، ناس زي مدني وصلت. واحنا قاعدين حضر ثلاث لواري قوات مسلحه، عربيات قتال يعني معروفه جدا في الجيش اسمها بيكاسو، ولوري محمل ناس زي مدني ما يشبه يعني في الداخلية البلطجية يعني جابوا لكم بلطجية في بالوزة؟ في بالوزة في لوري جيش زيتي مع ثلاث لواري بيجاسو بأفراد مشاة. مع ولا ضد قرار منع وصول القافلة لغزة؟ طبعا القرار ده قرار يمثل قمة العار لنظام عسكري. النظام ده بيتلخص موقفه من الكيان الصهيوني في اتفاقيه اسمها اتفاقيه كامب ديفيد. اتفاقيه حولت الجيش المصري والنظام المصري الى كلب حراسه للكيان الصهيوني داخل الاراضي المصريه. الجيش المصري بدل ما تكون مهمته حمايه الحدود المصريه او دعم المقاومه الفلسطينيه، بقت مهمته الاولى هي حمايه الكيان الصهيوني ومنع اي تضامن مع المقاومه. القافلة دي لو كان ربنا قدر لها ونجحت وعدت لغزة تمام، وتم الاعتداء عليها من مين؟ سواء من الكيان الصهيوني او من حماس، على اعتبار ان حماس في عداء مع النظام المصري الموجود حاليا وعايزه تضايقه باي طريقه او تجرجره في حرب كما يقال، تفتكر كان هيبقى الموقف عامل ازاي وفي 600 شاب وفتاه مصريين يتعرضوا للموت في غزه؟ احنا كنا وما زلنا ومستعدين ان احنا نكتب اقرارات ان احنا مسؤولين عن نفسنا ومش عايزين نحمل حد مسؤوليتنا. وانا بعترض على كلمه ان الكيان الصهيوني عايز يعمل حرب مع كيان مصر. انا بعتقد ان كيان مصر بيخدمه بالحصار اللي عامله على غزه ده. لو انت فعلا ضد هذا الكيان ومش عايزينك تحارب ولا حاجه، ولكن على الاقل افتح المعابر الناس دي عشان تتعالج واثبت للعالم ان انت مش متواطئ مع اسرائيل.